قالوا إن مجموعة من الشعراء الشعبيين يقفون خلف النتاج الذي تطرحه شهد الشمري. صلى على أبو إبراهيم. اللهم صل على محمد. الصلاة والسلام. أكيد هذا سؤال تقليدي أعتقد. جدا متداول. وبديهي. متداول. لكن ما أعتقدت في يوم من الأيام إنه بينتي أو رديتي على هذا السؤال اللي طرحه هواي من الناس ولحد هاي اللحظة. قسم من الأصدقاء وقسم من المتابعين للشعر الشعبي. أكيد. أو هواة الشعر الشعبي شهد يكتبوا لها شهد هي تكتب. فاليوم فرصة 100% يكتبوا لك؟ لا 100% كلامك مضبوط انه هذا الموضوع متداول ومتوقع. يمكن أنا رديت بالمجلات والجرائد لكن بلقاء تلفزيوني لا ما رديت. شوف المرأة بصورة عامة خلينا نحكي الشرقية. تمام. المرأة الشرقية وتحديدا العراقية البعض يتوقع انه هي اقل شأنا من الرجل. لا هذا الكلام أحب أقول مو صحيح بدليل أعطيك الدليل أنه وراء كل رجل عظيم امرأة. تمام. صح لو لا أكيد. المرأة حالها حال الرجل هي مبدعة بكل المجالات بالفن بالسياسة بكل المجالات. تمام. بالطب فوين المشكلة إذا مرأة الله انطاها الموهبة وكتبت شعر زين وين المشكلة يعني معقولة أنه الله سبحانه وتعالى يعطي الموهبة للرجل ما ينطيها للمرأة؟ تمام. أكيد لا. الموضوع اللي صار أنه دخولي بفترة وعمر صغير على فكرة أني دخلت صغيرة للإعلام. تمام. يمكن هسه شوية كبرت فدخلت بعمر صغير بنية تقرأ شعر بنية تقدم أهم مادة بالشارع العراقي اللي هي الشعر الشعبي العراقي. تمام. بنية شوية حلوة إذا عجبتك شوية. هاي خليها يمك شوية حلوة فطبيعي جدا انه يتهموها يكتبوا لها الشعراء. تمام تنفين هذا الشيء؟ اكيد لا. ما حد كتب فد يوم ما حد ساعدك ابدا لا ولا ببيت ولا احد صاحب فضل على شهد الشمري بهذا الموضوع تحديدا أبداً. ولا بقدر شعره. انطيني شاعر واحد من شعراء العراق يقول اني مستعد اطلع بالتلفزيون واقول اني ساعدت شهد. هو ما يقول بس انت قولي اذا اكو شاعر في داخله يقول أنا كاتب شهد الشمري أنا أتحداه وهو مو صاحب فضل عليه. بالضبط. أكيد. بالضبط 100% كلامك. وبعدين أكو شغلة ثانية القصيدة أعتقد هي تطلع من روح الشاعر. تمام. تتوقع ينطيها الإنسان ثاني؟ لا ما أتوقع. وبالإضافة لهذا تراني قصائدي متواضعة يعني إذا تلاحظها. يعني هذا. فيها الأدوات النسوية. تمام. مو واو أنا أعتبر قصائدي مو فد شيء. يعني بالنسبة للعنصر النسوي. ربما أكون أنا مميزة عن الشاعرات.